السلام عليكم ورحمة الله تلامذتنا الأعزاء. في هذه الحلقة نقدم لكم درس الحسابيات في زد لفائدة تلامذة السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية. إذن على بركة الله نفتتح بأنشطة للتذكير. إذن أولا أنشطة، نشاط أول يخص تذكير بقابلية القسمة في زد. لتكون أ و ب و ألفا و بيتا أعدادا صحيحة نسبية، بحيث أ كتساوي ب ألفا زائد بيتا. أولا بين أن أي قاسم مشترك لـ أ و ب يقسم العدد بيتا. ثانيا بين أن 7 يقسم 4 أ زائد 3 ب، و 7 يقسم 7 أ زائد 5 ب، يستلزم أن 7 يقسم أ و 7 يقسم ب. إذن قبل ما غادي نبداو في هذا إنجاز النشاط، لابد في البداية باش نذكرو بما معنى أ يقسم ب. يعني كتذكير نقول أن أ يقسم ب إذا وفقط إذا كان يوجد عنصر ك من زد بحيث ب يساوي ك أ. إذن هذه تعريف ديال أ يقسم ب. كذلك واحد الخاصية اللي هي أساسية، إلى عندنا أ يقسم ب و أ يقسم سي، فإن أ يقسم كل تأليفة خطية لـ ب و سي، بمعنى لكل عنصرين M و N من Z أ يقسم M B زائد N C. وفي هذا النشاط هذا هو غنستهدفو أننا نوظفو التعريف وكذلك هذه الخاصية. إذن على بركة الله ننجز السؤال الأول. بين أن أي قاسم مشترك لـ أ و ب يقسم بيتا، بمعنى آخر نبين أنه لكل د من زد إذا كان أ يقسم، إذا كان د يقسم أ و د يقسم ب، فإن د يقسم بيتا. إذن هذا هو المطلوب منا باستعمال عبارة مكممة. إذن بما أن أ بما أن د يقسم أ و د يقسم ب، فإن يوجد عنصر ك وعنصر آخر ك بريم من زد، بحيث أ كتساوي ك د و ب كيساوي ك ك بريم د. إلى عوضنا فهاد العلاقة أ كتساوي ب ألفا زائد بيتا نحصل على ك ومنه ك د تساوي ب أو ك، نعوض ب ب ك بريم د، ك بريم د ألفا زائد بيتا. إذن بيتا تساوي غنحولو للطرف الثاني نحصل على ك دي ناقص ك بريم دي الفا اللي كتساوي دي عامل لي ك ناقص ك بريم الفا، وبالتالي فإن دي يقسم بيتا. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. إذن غنتقلوا لإنجاز السؤال الثاني. في المعطيات 7 يقسم 4 أ زائد 3 ب، و 7 يقسم 7 أ زائد 5 ب، وخصنا نتوصلوا أنه 7 يقسم أ و 7 يقسم ب. إذا هنا غادي نحاولوا نوظفوا الخاصية ديال أنه إذا كان أ يقسم ب و أ يقسم سي، فإن أ يقسم كل تأليفة خطية لـ ب و سي. إذا لدينا 7 يقسم 4 أ زائد 3 ب، و 7 يقسم 7 أ زائد 5 ب. إلا بغينا نتخلصوا مثلا من أ، هنا عندنا 4 أ، هنا عندنا 7 أ، غادي نضربوا 4 في 7، ثم غادي نضربوا 7 في 4 في هذا الطرف، وغنديروا الفرق، فنحصل على إذن 7 يقسم 7 عامل لـ 4 أ زائد 3 ب، ناقص
هنا غنضربوا في 4 4 عامل ل 7 زائد 5 ب، ومن 7 يقسم 7 في 4 28 أ زائد 7 في 3 21 ب ناقص 7 في 4 28 أ ناقص 4 في 5 20 ب. إذن 7 يقسم 28 أ ناقص 28 أ 21 ب ناقص 20 ب، فنحصل على 7 يقسم ب، وهذا الشيء اللي بغينا. وبنفس الكيفية نقدروا نبينوا أن 7 يقسم أ. إذن نمر الآن إلى إنجاز النشاط الثاني الخاص بالقسمة الأوكليدية. إذن أولا حدد الأعداد الطبيعية N بحيث باقي القسمة الأوكليدية للعددين 97 و 49 على N على التوالي هما 7 و 4. ثانيا بين أن لكل N من N 3 يقسم N عامل N زائد 1 عامل N زائد 2. إذن في بداية غادي نذكر بمبرهنة القسمة الأوكليدية. إلا خدينا A و B من Z دائما يوجد زوج واحد Q لو كوسيون لل R لو ريست من Z كروا N إطوال، بحيث B يساوي QA زائد R و R اللي هو الباقي فين تيكون؟ تيكون محصور بين صفر وأصغر قطعا من A. إذن هذه هي المبرهنة ديال القسمة الأوكليدية. إذن غادي نوظفوها الآن في إنجاز كل من السؤالين الأول والثاني. بالنسبة للسؤال الأول، حدد الأعداد الطبيعية N بحيث باقي القسمة الأوكليدية ل 97 و 49 على N هما 7 و 4. إذن إذا قسمنا 97 على N يوجد زوج واحد Q و R، يعني يوجد زوج واحد 97 على N اللي هو من زد كروا ان جمع، بحيث 97 تساوي كي ان زائد 7. كذلك يوجد زوج واحد اللي هو في هذه الحاله كي بريم و 4 من زد كروا ان اطوال، نفس الشيء بحيث غتكون هذه المره 49 كتساوي كي بريم في ان زائد 4. اذن هذا المطلوب هو نحدو جميع الاعداد ان التي تحقق في نفس الوقت المعادلتين. اذن الى خدينا الفرق ديال المعادلتين نحصل على إذن 97 ناقص 49 48 تساوي كي ان ناقص كي بريم ان هي كي ناقص كي بريم ان، 7 ناقص 4 هي 3. ومن حنا كنقلبوا على ان غادي نحولوا 3 للطرف الثاني نحصل على كي ناقص كي بريم تساوي 48 ناقص 3 اللي هي 45. هذا يعني ان ان يقسم 45. اذن ان يقسم 45. ان يقسم 45 يعني خصنا يكون ان احد القواسم 45. ما نساوش بانه في الشرط ديال القسمه الاوكليديه هنا انه الباقي اصغر من الخارج، بمعنى انه 7 اصغر من ان، وكذلك 4 اصغر من ان. اذن ان فهو اكبر من 7 قطعا، بمعنى ان ان اكبر من او يساوي 8. الا كان ان اكبر من او يساوي 8 حنا غادي نبحثوا على جميع القواسم ديال 45 اللي هي اكبر من او تساوي 8. بالنسبه ل 45 في التفكيك ديالو
هي 9 في 5. إذن القواسم ديال 45 شكون هي؟ كاينه 1 5 كاينه 3 كاين 9 ثم كاين 45. القواسم ديال 45 كاين قلنا 1 5 كاين 3 كاين 9 ثم 45، الا ان ان اكبر من او يساوي 8. اذا 1 غادي نقصيو، 3 غادي نقصيو، 5 كذلك، غتبقى الامكانيات هي 9 و 45. اذا بما ان ان اكبر من او يساوي 8 فان ان يمكن يكون اما 9 او لا 45. هذو هما الامكانيات، ولا لا باس ان نتحقوا بانه فعلا 9 راه امكانيه و 45 راه امكانيه. الى جبنا القسمه الاوكليديه ديال 97 على 45 فعلا نجد انه الباقي هو 7، والى جبنا كذلك القسمه ديال 97 على 9 الخارج هو 10 والباقي هو 7، وهكذا نكون قد اجبنا على السؤال الاول. اذا ننتقل لانجاز السؤال الثاني. بين ان لكل ان من ان 3 يقسم ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2. اذا هنا يمكن ايضا نستعين بالقسمه الاوكليديه من اجل انجاز هذا السؤال هذا. اذا الى قسمنا ان على 3 ليكون ان من ان، بقسمه ان على 3 يوجد كي من ان وار من ان، بحيث 3 تساوي او لا بحيث ان تساوي ايش؟ ان تساوي 3 كي زائد ار مع ار محصور بين 0 و 2 اصغر قطعه من 3. القيم الممكنه لار هي اما 0 اما 1 اما 2. اذا هنا غنستعملوا استدلال بفصل الحالات باش نبينوا ان 3 يقسم ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2. شنو هي هذه الحالات؟ هذه الحالات هي باقي القسمه الاوكليديه لان على 3، يعني اما الحاله الاولى اما ار يساوي 0 او لا ار يساوي 1 او لا ار يساوي 2. اذا الحاله الاولى اللي هي ار يساوي 0، ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2 يساوي، اذا الا كان ار يساوي 0 كتبقى لنا ان تساوي 3 كي. الى عوضناها غنلقاو هي 3 كي عوض ان عامل ل 3 كي زائد 1 عامل ل 3 كي زائد 2. ولكن حنا اللي كيهمنا باش نبينوا انه 3 يقسم هذا الجداء، يكفي انه عملنا هنا ب 3، كاين 3 عامل، يعني ناخذوا 3 وهذا العدد اللي هنا كيمثل لنا واحد العدد صحيح ك. اذا فان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2 تكتب على شكل 3 ك، ومنه 3 يقسم ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2 في هذه الحاله الاولى. بالنسبه للحاله الثانيه، الحاله الثانيه شنو هي الحاله الثانيه؟ هو انه يكون ار كيساوي 1، ار يساوي 1. الى عوضنا ار ب 1 غادي نلقاو ان هي 3 كي زائد ان هي 3 كي زائد شحال؟ زائد 1. هذا هنا في هذه الحالة ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2 تساوي 3 كي زائد 1 3 كي زائد 1، إذا هنا ما كايناش 3، عامل ل 3 كي زائد 1 زائد 1 اللي هي 3 كي زائد 2، عامل ل 3 كي زائد 1 زائد 2 اللي هي 3 كي زائد 3. إذا لاحظنا في هذا الطرف هذا يمكننا نعملو ب 3، 3 عامل ل 3 كي زائد 1 عامل ل 3 كي زائد 2 عامل ل كي زائد 1 اللي بنفس الكيفية في الحالة الأولى. هذا العدد اللي كيخرج لنا هنا كنوضعو هو واحد العدد ك ينتمي إلى ان. إذا فعلا فالثلاثة في الحالة الثانية يقسم أيضا ان عامل لان زائد 1 عامل لان زائد 2. بقات لنا الحالة الثالثة والأخيرة اللي هي
حالة R يساوي جوج، وفي هذه الحالة هذه غتكون عندنا N تساوي 3 كي زائد جوج. إلى عوضنا في التعبير N عامل ل N زائد واحد عامل ل N زائد جوج، غادي نلقاو N أو 3 كي زائد جوج هي N، إذن 3 كي زائد جوج عامل ل 3 كي زائد جوج زائد واحد هي 3 كي زائد 3 عامل لي 3 كي زائد جوج زائد جوج هي 3 كي زائد 4. هنا الحد اللي هو غادي يكون مناسب هو هذا اللي فيه 3 كي زائد 3. علاش يمكننا نعملو بثلاثة؟ هنا الا عملنا بثلاثة غنلقاو 3 عامل لي 3 كي زائد جوج عامل لي كي زائد واحد عامل لي 3 كي زائد 4. وايضا في الحالة الثالثة والأخيرة R يساوي جوج، لقينا 3 عامل لي عدد صحيح طبيعي ك. وبالتالي مهما يكون N من N فعلا فثلاثة يقسم N عامل لN زائد واحد عامل لN زائد جوج، لأنه يقسم العنصر عامل لN زائد واحد عامل في جميع الحالات. ننتقل الآن لإنجاز النشاط الثالث اللي نذكروا به بالموافقة بترديد N لا كونغريونس موديلو N. أولا بين أن لكل N من N 3 أس 3 N يوافق واحد بترديد 13. ثانيا بين أن لكل N من N 9 يقسم 7 أس 3 N ناقص واحد. ثلاثة حدد باقي قسمة العدد 92 أس 2222 على 5. ربعة حدد رقم وحدات العدد 3 أس 25. إذن هذه كلها أسئلة للإنجاز ديالها كيتطلب معرفة بقواعد الموافقة بترديد. إذن دائما قبل البداية تذكير بتعريف الموافقة بترديد وكذلك بعض الخاصيات الأساسية للموافقة. إذن ليكون N ينتمي إلى N جمع و A و B عددان صحيحان نسبيا من ذات. إذن في التعريف نقول أن A يوافق B بترديد N ونكتب A يوافق B بترديد N إذا وفقت إذا كان N يقسم فرقهما A ناقص B. وهنا لابد أن نشير حتى إلى أن A يوافق B بترديد N، وهذه هي خاصية مهمة أنه لA و B نفس الباقي في قسمتهما الأوكليدية على N، سيكون عندهم نفس الباقي. هذه المسألة مهمة أيضا. بالنسبة للخاصية الأساسية للموافقة بترديد N أنه كل عدد A فهو يوافق نفسه بترديد N، ولا أن A يوافق B بترديد N فهذا شيء يكافئ بأنه B كيوافق A بترديد N كذلك، ولا أن A يوافق B بترديد N و B يوافق C بترديد N حيث C عدد صحيح طبيعي عدد صحيح نسبي أيضا، فإن A يوافق C بترديد N. كاين خاصية أخرى لكل عدد صحيح طبيعي P A أس P يوافق B أس P بترديد N. كاين أيضا خاصية ديال الانسجام ديال الموافقة مع عمليتي الجمع والضرب، يمكن نذكر بهم أيضا. إلى عندنا A يوافق B بترديد N و C يوافق D بترديد N، إذن غيكون عندنا A زائد C فهو يوافق B زائد D بترديد N، وكذلك A في C يوافق B في D، كذلك A في C يوافق B في D بترديد N. هذه كلها خاصيات أساسية لا بد باش نرجعوا لها بالنسبة للموافقة بترديد N. إذن على بركة الله غادي نجزو السؤال الأول. بين أن
لكل آن من آن 3 أس 3 آن يوافق واحد بترديد 13. إذن غادي نحاولوا نستعملوا هاد الخاصيات اللي ذكرنا بها. إذن 3 أس 3 آن غادي نبداو في البداية ب 3 أس 3. شحال هي 3 أس 3؟ 3 في 3 9، 9 في 3 27. إذن 27 أولا 3 أس 3 هي 27، وبالتالي فهي توافق 27 بترديد 13. بالنسبة ل 27 إلا قسمناها على 13 شحال هي؟ هي 2 في 13 اللي هي 26 زائد 1 باش نكملوا 27. إذن فهاد العدد 27 يوافق 1 بترديد 13، أولا بطريقة أخرى 27 ناقص 1 هي 26، 26 مضاعف ل 13 إذن فهما متوافقان بترديد 13. ومن حسب هذه الخاصية اللي ذكرنا بها أ أس بي يوافق بي أس بي بترديد أن، إذا كان أ يوافق بي غادي نرفعوا الطرفين أس أن فنحصل على 3 أس 3 أس أن يوافق 1 أس أن بترديد 13. أي أن 3 أس 3 أن يوافق 1 بترديد 13. وهكذا غادي نكونوا نجزنا السؤال الأول. إذا ننتقلوا باش السؤال الثاني. بين أن لكل آن من آن 9 يقسم 7 أس 3 آن ناقص 1. هنا أيضا يمكننا نستعملوا الموافقة بترديد آن. نفس الكيفية يمكن نستعملوا الموافقة بترديد آن. 7 أس 2 هي 49، 7 أس 3 هي 49 في 7. 9 في 7 63، 7 في 4 28، زائد 6 هي 34. بالنسبة ل 343 إلى قسمناه على 9، بالنسبة ل 343 إلى قسمناه على 9 343 كملاحظة مجموع ديال الأرقام ديال 343 هو 3 و 3 6 زائد 4 هي 10. يعني يمكن نكتب 343 باش إذا ما عنديش آلة حاسبة وبغيت نستعمل مصادق قابلية القسمة يمكن نستعمل بها. 343 هي 342 زائد 1. هنا بالنسبة ل 342 مجموع ديال الأرقام هو 9 مضاعف للعدد 9 فهو يكتب على شكل 9 ك زائد 1، بمعنى أنه باقي قسمة 343 على 9 يساوي 1. إذن ف 343 يوافق 9 يوافق 1 بترديد 9. وحنا هادشي اللي بغينا. 7 أس 3 هي 343، 343 هي 1 بترديد 9. نكتبوها 7 أس 3 هي 1 بترديد 9. ننتقل للسبورة هنا باش نكملو. نفس الفكرة غادي نرفعوا الطرفين أس أن. إذن 7 أس 3 لكل أس أن يوافق 1 أس أن بترديد 9. ومن 7 أس 3 أن يوافق 1 بترديد 9. ولكن باش نرجعوا حنا للسؤال ديالنا بالصيغة اللي تطرح، بين أن 9 يقسم 7 أس 3 أن ناقص 1، غادي نحولوا هذه الصيغة إلى 9 يقسم 7 أس 3 أن ناقص 1. إذن هذه هي النتيجة اللي بحثنا عليها. وهنا رغم أننا تقريبا استعملنا نفس الفكرة في السؤال الأول أو في السؤال الثاني، إلا أنه الصيغة ديال السؤال كانت مختلفة. وهنا تعمدنا في هذا النشاط باش نبينوا مختلف الصيغ اللي يمكن نستعملوا فيها الموافقة بترديد أن. إذن السؤال الثالث باش نذكر بالسؤال، حدد باقي قسمة باقي قسمة 92 أس 2222 على 5. بالنسبة للسؤال الثالث، إذن هنا يمكن أيضا نقلبوا على العدد اللي كيوافق لنا 92 بترديد 5 بنفس الكيفية. إذن بالنسبة للقسمة ديال 92 على 5
فالباقي ديال القسمه شحال هو؟ هو جوج. بالنسبه ل 92 فهي 5 في 18 زائد جوج، فالباقي ديال القسمه ديال 92 على 5 هو جوج، بمعنى انه 92 اول حاجه يوافق جوج بترديد 5. العمليه اللي غنحاولوا نديروا دابا هي اننا نلقاو القوى ديال العدد جوج، ونحاولوا ما امكن الى استطعنا ان نلقاو العدد واحد او العدد ناقص واحد باش نسهلوا علينا الحساب. اذا هنا بالنسبه للقوى ديال العدد جوج، جوج اس جوج هي 4، 4 هي ناقص واحد بترديد 5. اذا جوج اس جوج هي 4 و 4 هي ناقص واحد، هادشي غادي نكتبوه. لدينا جوج اس جوج هي 4 و 4 هي ناقص واحد بترديد 5. وهذه المساله هذه فكره خصنا ننتبهوا لها مزيان. فاش كنحسبوا القوى ديال العدد الا لقيناها توافق واحد او لا ناقص واحد، تيكون هذا المشكل ديال القوى تيكون تحل. هذه هي الفكره بصفه عامه اللي كنستعملوا في هذا النوع ديال التمارين. اذا هنايا علاش 4 هي ناقص واحد؟ لان الفرق ديالهم الا لاحظتوا هنا 4 ناقص ناقص واحد هي 5، فهو مضاعف للعدد 5، بمعنى انه 4 وناقص واحد متوافقان بترديد 5. اذا جوج اس جوج هي ناقص واحد بترديد 5، حنا مطلوب منا هو جوج اس 2222. 2222 الا بغينا نكتبوها على شكل جداء العدد جوج في عدد اخر، اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بانه 2222 يساوي جوج في 1111. اذا بالعوده الى 92 اس 2222 قلنا هي جوج اس 2222 بترديد 5، هي جوج اس جوج لكل اس 1111 بترديد 5، وجوج اس جوج كما قلنا هي ناقص واحد اس 1111 بترديد 5، ناقص واحد اس 1111 الاس هنا فرضي، يعني هي ناقص واحد بترديد 5. تنبحثوا على الباقي ديال القسمه ديال 92 اس 2222 على 5، هنا لقينا يوافق ناقص واحد بترديد 5، ولكن ناقص واحد لا يمثل الباقي. علاش؟ الباقي خصنا يكون محصور بين 0 و 4، هنا الموافقه بترديد 5. ناقص واحد شنو كيوافق لنا؟ كيوافق 4 بترديد 5. علاش؟ لانه ناقص واحد ناقص 4 هي ناقص 5، فهو مضاعف ل 5، و 4 محصور بين 0 و 5، اذا ف 4 يمثل باقي قسمه، باقي قسمه، وبالتالي فان العدد 4 يمثل باقي قسمه العدد 92 اس 2222 على 5. غير الاشاره، فلو لو بغينا نبحثوا على هذا 92 اس 2222 كون بغينا نحسبوه، اكيد هذه العمليه هذه ما يمكنش نجزوها، لان تتطلب مئات ومئات ديال الارقام، الشيء اللي ما يمكنش ربما يتوفر حتى على مستوى ديال الاله. وبالتالي فالموافقه هنا نفعتنا باش اننا عدد اللي هو لا متناهي، يعني عدد اللي هو كبير جدا، نقدروا نلقاو له الباقي ديال القسمه ديالو على 5. تبقى لنا السؤال الاخير في النشاط. رابعا، حدد رقم وحدات العدد 3 اس 25. اذا الفكره هنا فاش يقولوا لنا حدد رقم وحدات عدد معين، يمكن نفكروا في القسمه الاقليديه. علاش؟ لانه رقم وحدات اي عدد معين تيكون هو باقي القسمه الاقليديه ديالو على 10. مثلا ناخذ مثلا 783،
إلا قسمته على 10 غادي نلقاو هي 78 في 10 زائد 3. إذن هنا فباقي القسمة الأوكليدية للعدد 783 على 10 هو رقم 91. هذه الفكرة هذه غادي نستمروها. الله يرضى عليكم، هذه الفكرة ضروري تأكدوا عليها في كل سؤال من هذا القبيل. هذا الربط ديالها بالموافقة بترديد 10. إذن أول حاجة غادي نديرو غادي نحاولوا نقلبوا على القوة ديال العدد 3 ونشوفوا شكون هي القوة اللي غتعطينا إما واحد إما ناقص واحد بنفس الكيفية اللي تعرفنا عليها في الأسئلة السابقة. إذا لقينا واحد أو ناقص واحد تيكون هذا المشكل تيكون تحل. 3 أس 2 هي شحال؟ هي 9. 9 بقى ليها واحد وصلوا ل 10. إذن ف 9 توافق ناقص واحد بترديد 10. علاش؟ لأنه 9 ناقص واحد هي 10 مضاعف للعدد 10، بمعنى أن 9 يوافق ناقص واحد بترديد 10. وهنا غيكون تحل الإشكال اللي عندنا. 3 أس 25 غادي نحاول نفكوها إلى 3 أس 2 أس عدد آخر وتحل المشكل. لدينا 3 أس 25 هي ولا توافق 3 أس 2 2 12 24 تبقى 1 25. إذن هي 3 أس 2 الكل أس 12 في 3 بترديد 10. وهنا غنستعملوا أنه 9 يوافق ناقص 1 بترديد 10. غادي نعوضوا 3 أس 2 غادي نعوضوها بناقص 1 أس 12 في 3 بترديد 10. ناقص 1 أس 12 هي 1 في 3 هي 3. إذن توافق 3 بترديد 10. العدد 3 محصور بين 0 و 9. إذن فالعدد 3 يمثل باقي قسمة 3 أس 25 على 10. 3 محصور بين 0 و 10 قطعا أي أو يساوي 9. إذن 3 هو باقي قسمة 3 أس 25 على 10. إذن إلى هنا أعزائي التلاميذ نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى للتطرق إلى باقي محاور هذا الدرس.